قبل سنوات كان هذا المشهد من الاستحالة بمكان تخيله أو تصوره، فكل من أنقرة وأبو ظبي ركب قطارين مختلفين وسارا بعكس الاتجاه. لكن كعادتها السياسة تجمع الأفرقاء، وكعادته الاقتصاد بوابة للعبور على كل اختلاف. إذن ما كان بين البلدين اختلاف وليس خلافا، هذا ما قالته لنا حفاوة استقبال كل زعيم للآخر، وهذا ما أكده حجم الاتفاقات التي أبرمها الطرفان. وهذه قصة العلاقات بين تركيا والإمارات. والبداية كما دائما من التاريخ، والتاريخ يذكرنا بأن الإمارات كانت أولى الدول العربية التي مدت أيديها لتركيا الجديدة، والمقصود بالجديدة تركيا زمن أردوغان. وبلغة الأرقام فإن صادرات الإمارات لتركيا قفزت منذ العام 2004 وحتى العام 2008 إلى 6 أضعاف، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف في العقد الأول من الألفية الجديدة بمقدار 800%. ولكن لم تكن هذه البداية الفعلية للعلاقات بين الطرفين، فقد سبق لها وأن انطلقت العام 1984 باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، وما تبعها من اتفاقيات أخرى كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين ومذكرات التفاهم على عدة شؤون اقتصادية. لكن الذروة كانت عقب وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، حيث تم إنشاء مجلس مشترك لرجال أعمال البلدين عام 2005. ولأن الاقتصاد لا ينتعش وحده، فقد ازدهرت العلاقات بين البلدين على كافة الصعد سياسيا وحتى ثقافيا، حتى دارت عجلة التاريخ وهبت رياح تغيير في المنطقة. فسعت أنقرة لركوبها، بل وأكثر من ركوبها، سعت لتوجيهها حيث تسير مراكب الأتراك، ما أدى لفتور العلاقة بين الطرفين، والذي بلغ ذروته ما بين العامين 2015 و2019. لكن وعلى الرغم من تراجع السياسة، ظل الاقتصاد شعرة معاوية بين الطرفين. وحتى في ظل جائحة كورونا التي أثرت على الجميع، سعت كل من أنقرة وأبو ظبي للمحافظة على ما بينهما من اتفاقات اقتصادية وتبادل تجاري، حتى جاء العام 2021، والذي أعاد صيفه حرارة العلاقة بين البلدين بزيارة من مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. التقى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحدث خلالها انفراجة في العلاقة الفاترة بين أبو ظبي وأنقرة. وما هي إلا شهور عقب هذه الزيارة حتى جاءت زيارة أكثر زخما، وأيضا إلى تركيا ومن الإمارات. كان على رأسها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ليشهد خريف العام 2021 ربيعا جديدا في العلاقات بين البلدين، والذي أثمر عن زيارة تركية للإمارات من قبل الرئيس أردوغان. ومع تبادل الزيارات هذا جرى تبادل اقتصادي وتجاري يراه الأتراك قبلة نجاة لاقتصادهم المتأزم، ويراه الإماراتيون صفحة جديدة. فكلا البلدين يتمتع بأهمية للآخر، فتركيا جسر يربط الشرق بالغرب، كذلك الإمارات بوابة للعبور نحو العالم. وبلغة الأرقام هذه نظرة لحجم العلاقة بين الطرفين. تأتي تركيا في المرتبة 11 من بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشركة التجارية 12 لتركيا عالمياً، كما تبلغ تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا أكثر من 5 مليارات دولار. وفي عدة قطاعات حيوية تركية كالطاقة والخدمات المالية والصناعة والسياحة والخدمات. وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات قرابة 354 مليون دولار، معظمها في قطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. كما يبلغ عدد الشركات المؤسسة في تركيا برأس مال إماراتي قرابة 400 شركة،
وتعد الإمارات في مقدمة شركاء تركيا في التبادل التجاري وفي قائمة الدول العشرين الأكثر تبادلاً تجارياً مع تركيا. وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية لعام 2019 بلغت صادرات الإمارات إلى تركيا 4.3 مليار دولار، فيما بلغت صادرات تركيا إلى الإمارات 3.5 مليار دولار، فيما بلغ حجم التجارة البينية ذروته عام 2017 بقيمة 14.7 مليار دولار. وعن مستقبل هذه العلاقات الاقتصادية، تمخض لقاء محمد بن زايد بأردوغان عن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، كما أسفرت زيارة أردوغان الأخيرة إلى أبوظبي عن توقيع 13 اتفاقية وفي عدة مجالات منها الدفاعية، ما يعني أن العلاقة بين البلدين قد بلغت ذروتها، وأن هذا الانفتاح من كل طرف على الآخر قد يؤدي إلى مزيد من التقدم في العلاقة التي تجمع الطرفين. فتركيا تحتاج إلى الإمارات التي تسجل نجاحات مستمرة في الاقتصاد والتجارة وإنعاش الفرص، كما لها خطوات واعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشقت طريقا نحو المستقبل بتوظيفها تكنولوجيا الطاقة المتجددة. وفي المقابل تحتاج أبوظبي لأنقرة، فهي سوق كبيرة وبوابة للعبور نحو أوروبا وآسيا، وهذه الحاجة المتبادلة بين كلا البلدين تجعل المصلحة والتفاهم لغة مشتركة ينتهجها كلاهما. وقد تسفر في الأيام القادمة عن مزيد من الخطوات نحو ازدهار أكبر في العلاقة بين الإمارات وتركيا.